بيحصل؟ ايه اللي بيحصل لما الساعة تكسر الساعة 2 بالليل؟ ايه اللي بيحصل؟ انا جعان انا هاكل. وهدى انا جعان. في ده كمان ايه ده؟ ايه ده؟ طماطم؟ اه شغال، هناكل برضه. وده ايه ده؟ ترمس؟ ده بعد الاكل. ابنه؟ ماشي. وايه تاني؟ ايه؟ جعان؟ مش عارف في ايه. طب انت عارف بقى، انت لما تجوع كتير كده تعرف انك انت في حاجه غلط، وانك انت ماشي يومك غلط، فبالتالي انت بتجوع وداخل في نهم اكل كتير جدا، ونهم الاكل الفواكه والسكريات والمكسرات. اكيد انت يومك بدا غلط، وبالتالي بيحصل لك نوع من انواع نهم الاكل، وبتروح للاكل بالليل في اي وقت. ودوت اللي انت المفروض تبقى انت لامس الموضوع ده. لما يحصل لك جوع كتير تعرف انك انت اب اند داون في مستويات السكر في الدم مش مظبوطه، فلازم تظبط مستوى السكر في الدم عن طريق انك انت تاكل وجبه كامله. نصيحتي للجميع، لما يحصل جوع شديد في بدايه الدايت، شويه مكسرات زي دول ما يدولكش طاقه ولا حاجه، سناكس غير صحي رغم ان هو دهون صحيه ورغم ان هو فيه الياف، ولكن انا انصح بالوجبه الكامله المتكامله اللي هي ايه؟ تعالي معايا. طلع خصايه، طلع خصايه دي روح اغسلها كامله، وخد معاها 2 بيضه مسلوقه، وبعد كده شويه مكسرات. يبقى انا كده عملت وجبه كامله. انما انت هتفضل تاكل مكسرات او تخش على التفاحه او تخش على كميه كرب من غير الوجبه الكامله اللي هو اساسها الخضار والبروتين، يبقى انت كده بتلعب في مستويات السكر في الدم، عمرك ما ايه ما هتشبع. شير ولايك وسبسكرايب. السلام عليكم.